طيب اولا نشكركم على هذه الدعوه وقلنا لكم نتمنوا يكون شويه على شويه اكثر مظل كلمه الشباب في التنميه وفي التنميه لانه لما كتهضر على الشباب كتهضر على التنميه كتهضر على القوه كتهضر على العطاء كتهضر على النماء كتهضر على كل ما هو يقدر يعطي نتائج طيبه على المستوى سواء المستوى القريب والمتوسط ولا البعيد على اعتبار ان جميع المشاريع التي ستنجز ستلامس عن قرب اولا الشباب والاطفال والشيوخ والنساء الدرجة الأولى لأن الآخرين دبروا على راسهم ولكن بالأساس الطاقة اللي خصها أو الفئة العمرية اللي خصها تواكب الفئة العمرية اللي خصها يعني تعني تعتني يعتني بها المجالس المنتخبة بجميع فئاتها ومش الشباب لذلك كنا كنتمنوا تكون فيها نسبة شوية أكثر ونتمنوا المانع يكون خير إن شاء الله دابا أنتم تبارك الله تعالى بجوج 4 6 8 10 11 إذا عندنا النساء احنا كنا طلبنا 20 25 12 عفوا استاذ اكرام 12 اكرامنا دونك كاين نساء نقولوا كاين نساء ياك توفر نساء نطلقوا على بركه الله قبل ما نطلقوا بغيت منكم هذا المصطلح النساء كيتكرر با ما دو فوق اللي كي معرفش معنى النساء النص ديال الحروف النص ديال الحروف برافو عليك معنى انه دابا الحمد لله حتى من ناحيه القانونيه ما عنديش اشكال ياك في الجمعيه ديالكم كي كديروا كتحضر الجمعيه تاعك. واش درت كتاب النساء ولا؟ النساء دابا شحال دابا الجمعيه شحال؟ واخا بلاتي ما درتوش اسمية الجمعيه. ماشي مشكل. الجمعيه السي عيسى في الجمعيه ديالكم شحال فيها الجمعيه؟ تقريبا 10. تقريبا 10 دونك 9 10 وملي كتعقدوا الاجتماع شحال كيحضر معاكم؟ خمسة. خمسة فوق دونك النسب عندكم هو الخمسة فعلا دونك النسب ما عندكمش أبدا ما عندكمش رقم يعني فردي عندكم 10 سبعة ملي كتعقدوا اجتماعات إذا ما حضروش أربعة ولا ما حضروش دوك أربعة مثلا كان الرئيس و ما يتحسبش اجتماع ما يتحسبش اجتماع وما بقاوش ما نديروش اجتماع ما نديروش اجتماع يؤجل يكونوا كامل تيكونوا جاك يكون نص لا يؤجل المره الجايه لا حضر تبارك الله الاجتماع يكون يا سلام عليك تبارك الله عليك ما بقاوش نتسنى استثناء هذيك الناس ولا ما كانش نفس الشيء حتى في المجالس المنتخب كاين استدعاء الاول اذا ما جاوش النساء استدعاء الثاني اذا ما جاوش النساء استدعاء الثالث للمحاضره والقضيه موجوده عندكم الجمعيات فهمت دونك خصنا نزيدو نتعاونوا حتى على اساس شويه ديال التواصل شويه ديال التكوين في هذا الاطار الاخت ما عندكش شي جمعيه تبارك الله نفس الشيء سي انس اذا بالنسبه للاخوان الاخرين عندكم جمعيه ديال التقييم ثم جمعيه انطلاقه ديال شي العمران زين في ايش في اختصار جمعيه الحي مزيان اذا شكرا هذا كانت من اجل باش نكسروا الجليد باش تعرفوا بلي راه واحد منكم في الوسط ديالكم ما كاينش اداره هنايا غير بغيت نشعركم على انه فخور بهذا اللقاء معكم وسعداء جدا باللقاء معكم لماذا؟ لأن ما أحوجنا كما أشرت في السابق إلى الاستماع للشباب ما أحوجنا إلى الاستماع للشباب لأنه في خلال الورشات اللي درناها من قبل تكلمنا مع مجموعة المجتمع المدني في النهار الأول طبيعة الحال وما كتب بعده عند وزارة التربية والتعليم الإعلام وتكلمنا حتى مع الأطفال اللي لقينا عند الأطفال ما لقيناش كمشاريع ما لقيناش في بعض الورشات بمعنى أنه كل ورشة عندها مميزاتها كل ورشة عندها خصوصيتها وكل ورشة كتعطينا واحد المنتوج جديد تمنيت ان شاء الله اليوم باش نخرج من هنا بواحد المنتوج جيد وطيب ان شاء الله يعني يكون عنده وقع على المشروع غادي تسولوني اليوم ولا علاش جينا هذا سؤال يقدر تطرح ياك ولو ان البعض منكم كيعرفوا ولكن كما كان الحال من اجل تعميم فائده الجامعه اولا فينا جهه المقاربه ما يسمى بالمقاربه التشاركيه كنقصدوا المقاربه التشاركيه هي اشراك الاخر في الرأي في تبادل المعلومة في التواصل في الاقتراح تمام في الاقتراح كذلك أكيد غادي يبان لكم على أن هذا معطى جديد ما كانش من قبل ربما الأغلبية ديالكم ماشي قاتلي سلوان يعني بالأصل ياك السي عيسى ياك الأغلبية اللي مادام ساكن في عمران وهذه تقريبا الأغلبية ديال الإخوان والأخوات ديال عمران
جايين طبيعة الحال. احنا كنا نهجنا هذا المقاربة، نهجناها في 2011 لما كنا كنديروا مخطط الجماعي التنمية. هذا المخطط واش هو؟ هو واحد الوثيقة كيكون فيها مجموعة ديال المشاريع، دوك المشاريع كتعتزم الجماعة ديرها في حدود 6 سنين ولا كتقرر ديرها. اليوم جاء موضوع أكثر حدة لما هضر عليها الدستور، وبالتالي أصبحت هذه المقاربة التشاركية ضرورية في إعداد برنامج عمل الجماعة، بمعنى أن الجماعة في إعدادها لبرنامج العمل هو له والأساس في الجناة وفي استطعينا تقوم بإعداد برنامج عمل ديالها. هذا البرنامج هو مجموعة من المشاريع الذي تقرر الجماعة إنجازه أو تعتزم إنجازه. إما تقرر إنجاز ديالو لأن الاعتمادات موجودة، ولا تعتزم إنجازه. عندنا المدة ديال 6 سنين. لما بغات الجماعة دير هذا البرنامج ما جاش من عند المجلس وبقات شخصنا وهذه 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 وهذه. القانون كيقول على أنه خص يدير هذا البرنامج وفق منهج تشاركي، وهذا هو اللي كنديروا الآن. شاركناكم في اتخاذ القرار. الجماعة جات عندكم بطبيعة الحال الأطر هذه الإدارية والتقنية باش توصل معكم من أجل إعداد وثيقة برنامج العمل اللي هي مجموعة من المشاريع. المطلوب منا الآن وهو أننا أنتم تعطيونا المشاريع حنا نسجلوا ما فيها باش ندير أرضية. الآن كندير أرضية اللقاء باش خمسة كل واحد يعرف فين يمكن يدخل وفين يمكن اش غيقول وهذه وما إلى ذلك. إذا البرنامج يأتي تبقى للدستور ديال الاول الفصل 130، ثم تبقى لواحد الماده اسمها الماده 78 من القانون التنظيمي 13/14. القانون التنظيمي 13/14 هو اللي كيتسمى سابقا بالميثاق الجماعي، هو هذا القانون 113/14. ما هو الا تنزيل الدستور 113/14. ربما لان القانون العام يمكن غادي يفهم اكثر من الاخر، ولكن غادي نحاول نبسط باش كلكم تفهم حتى صديقكم حتى اللي عنده شي ماده اخرى ما درتليش هنا المواد، ولكن عادي كلكم غادي تفهموا. قلت على انه كتاثروا الماده 78، ديك الماده 78 كتقول على انه يضع رئيس مجلس الجماعه برنامج عمل خلال مده 6 سنوات ويقوم باعداده وتنفيذه وتقييمه. والجديد لانه كان في السابق اسمه مخطط، الان سميته برنامج. الجديد هو ان هذا البرنامج يقوم باعداده رئيس مجلس بالتنسيق مع عامل العداله والاقليم. هذه ما كانش في السابق. علاش التنسيق مع عامل العداله؟ لانه هو اللي كيترأس المصالح الخارجيه للاقليم. ثم وفق واحد المنهج اخر، هو منهج يعني ما يسمى بالتنسيق العمودي من وفق التنميه الاقليميه ولا نفوذ جهوي، بمعنى ان هذا البرنامج العمل خص يكون منسجم مع التوجهات ديال المجلس الاقليمي والتوجه ديال مجلس الجهه. بمعنى الاستراتيجيه الان اصبحت كنجيو بالنسبه للجماعه الترابيه، شكون هو الجماعه الترابيه هذه وفق القانون وفق الدستور؟ هما شكون الجماعه الترابيه؟ كنقول الجماعه الترابيه العدد؟ لا وشكون هما؟ العدد ثم جهات ثم الجماعه. اذا هادو كتمشي الجماعه هي قدها اللي عايشين معها عن قرب، كيجي الاقليم ثم الجهه. اذا خص هذا برنامج العمل يكون منسجم مع التوجه ديال الاقليم او التنميه برنامج التنميه ديال الاقليم ثم المخطط ديال الجهه. ثلاثه خص يكون منسجم معها. وبالتالي هذه الجماعه اش كدير؟ خصها بطبيعه الحال الجهه والاقليم يبدو الجماعه بالمشاريع المعتزله انجازها بطلب الجماعه. حاله ثالثه هو ان الجماعه يجب ان تنجز كما اشرنا هذا البرنامج العمل وفق منهج تشاركي يراعي فيه مقاربه النوع. مقاربه النوع هما انتوما، هما الفتيات، هما الشابات، هما الاطفال، هما الشيوخ، هما النساء، هما الى ذلك، بمعنى ان جميع المشاريع يجب ان تستجيب لهذه الفئه من المجتمع. فهمنا؟ جميع المشاريع يجب حتى وان ولكن على الاقل سنبقوا مشاريع يستجيبون للشباب، يستجيبون للاطفال، يستجيبون للنساء، يستجيبون للفتيات، يستجيبون كذلك للشيوخ. لذلك كتبت هذه المقاربه التشاركيه، لانه كما كيقول غاندي دائما، غاندي راك تعرفوا تاريخي معروف. اذا درتي شي حاجه ليا بدوني فانت ضدي. يعني الان
الجامعة تشاركوا من أجل إنتاج مجموعة من المشاريع. هذا البرنامج ديال العمل فيه أربعة مقررات. المقررة الأولى هي تنموية، لما قلت لكم على أنه جميع المشاريع المقرر إنجازها أو التي تعتزم إنجازها بفرق جماعة، بمعنى هنا كاين تنمية مستدامة. وما غاديش نقول لكم على أن المغرب ولله الحمد عرفتوه في كاب 2 على أن كاين بزاف على التنمية المستدامة، واحتضن مهرجان كبير، احتضن مؤتمر كبير وكبير كبير جدا، هي المؤتمر ديال كاب 2 ديال التغييرات المناخية ديال في مراكش. ثانيا المقاربة الثانية هي المقاربة التشاركية، هي اللي كنهضرو عليها الآن، كنهضرو على المقاربة التشاركية، بمعنى أننا خصنا نلقاو ذواتنا في هاد الوثيقة اللي كنقولو على ديالها، خصنا نشوفو فيها راسنا، الشاب يشوف فيها راسو، النساء يشوف فيهم راسهم، الشيوخ يشوف فيهم راسهم. قالنا مازال واحد اللقاء غنديرو مع الشيوخ غدا إن شاء الله، مع المسلمين، نقول الشيوخ، مع المسلمين، غدا إن شاء الله. كملنا المجتمع المدني بروماتي، كملنا هيئة المستوى التركي فرنسا اللي كيمثلها الأستاذ السي عساتي، كيمثل عضو في الهيئة، وتبارك الله عليه، لا في التدخل ديالو ولا في الحضور ديالو، دائما كيسمع على لقاء تبارك الله يعني في المستوى، ما قلتها له يعني سواء عن ظهر غيب ولا قلتها له على المباشر، لأنه ما أحوج لها التثمين، لأن ملي كتثمن عمل كتزيد بحال اللي كتحفزو، فهمت؟ وهي مناسبة لي. وانا عاود نقول انا اقوم باعاده كنا كنديروا اعداد الهيئه وزاره الكورس تما اللي شفت عليه، لانه في اللقاءات كان يدخل شي تدخلات يعني تبارك الله صار عندي ما شاء الله عليه مستوى، وكانه شارك في اللقاءات، وكانه عرف الهيئه، وكانه عليه مع مرور كذلك اللقاءات، جميع اللقاءات اعتقد سي نوفل حضرتها معنا قبل، اللقاء الاول التشاوري، اللقاء الثاني كنا كنعدوا فيه الفراق، اللقاء الثالث درنا فيه التشكيل ديال سميتو ديال الهيئه، اللقاء الرابع في اللقاء التعرف مع رئيس المجلس، كانت تبارك الله سبحانه وتعالى في اللقاء الرابع مع رئيس المجلس المداخله ديالو لازم تصحيحها، وهو انه تكلم على هيئه المستوى التركي في الفرص على ان دورها في برنامج العام هو هذا والميزانيه، ما تعقرش دونك هنا والحمد لله على تبارك الله عليكم كملت لان غير ملي كنقول جيتوا يوم رمضان والحد والنعاس وهذه وهذه اكيد على ان هناك اهتمام، فهمت؟ اذا قلت المقاربه الثانيه هي مقاربه تشاركيه، مقاربه ثالثه شكون هي؟ مقاربه ثالثه هي مقاربه المراه. الحمد لله حضرت معنا الاخوات الاخ الاكرام كذلك، وحنا درنا لقاء في هذا المكان مع النساء تقريبا واحد 25 ولا ديال النساء هكا 25 ديال النساء، فهمت؟ يعني مختلفة الأعمار، فيهم كذلك اللي مهتمت بالقرآن الكريم، اللي عندهم خياطة، واللي عندهم الطبخ، واللي كذا ولا كذا، دونك المهم قارنا النساء. نسجلوا نديروا فيه نديروا عند سلامة الله نديروا ستة خير ولا مرحبا مرحبا. إذا هذه المقاربة ضرورية الآن كما اشرت في السابق على انه جميع المشاريع يجب ان تستجيب هذه مقاربه النوع، لان مقاربه هي فلسفه وهي جديده عندنا في المغرب، ولكن هذا ما يعنيش على اننا ما كناش لان هذا الموقف الثقافي اللي تدرى الدكتور ما يجيش الدستور، نعم ما كاينش فيه حديث على المقاربه ديال المراه وتنجز لفائده النساء، كتسمى جمعيه تبث للمراه الف بها جمعيه تسمى المراه وتبث، فهمت؟ دونك حنا الحمد لله على دستور جمعيه الزواج قررنا دائما المشاريع ديالنا مقاربه اما نوعيه واما تشاركيه بطبيعه الحال، لانه لما كنتحاور شويه مع المجتمع المدني مع المصادر الخارجيه. المقاربه الرابعه والاخيره هي مقاربه التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي هو اللي غادي يعطينا كيفاش غادي نخلقوا لنا الانسجام، كيفاش غادي نمرروا المشاريع، كيفاش غادي نديروا الميزانيه للمشاريع، كيفاش هي المرحله الاخيره. وهذا التخطيط الاستراتيجي ولا كنقسموا من خلال هذا التخطيط الاستراتيجي كنقسموا العمل ديال التخطيط الاستراتيجي لاربع مراحل. المرحله الاولى هي الاعداد، نهار اللي اجتمع الاستاذ السي عيساتي بلا هذا اللقاء تشاوري استدعينا له جميع المصالح الخارجيه، استدعينا له هيئه المستوى التركي في الفرص، ثم استدعينا له كذلك المجلس الجامعي ديال سلوان. كانت انطلاقه لاعداد برنامج عمل الجامعه بمعنى اخبار
باش كل واحد يخبر في الحي ديالو في السكيلة ديالو ولا اللي كيمثلها ولا بحال كل واحد يخبر على أن جمع سوار هذا باش يستطيع هذا برنامج عملته. المرحلة الثانية هو التشخيص التشاركي هو اللي كنديرو فيها واللي درناه في ريزاتوليود السابقين سواء مع الأطفال سواء مع النساء سواء مع المجتمع المدني. المرحلة الثالثة شكون هي؟ هي التخطيط الاستراتيجي لن يبنوا لنا المشاريع. يبنوا لنا المشاريع وغادي نقيموا العمل ديالنا ونصيغوا المشاريع ديالنا في واحد الوثيقة تسمى وثيقة ديال برنامج العمل بطبيعة الحال بالميزانية ديالنا. والمرحلة الأخيرة هي المصادقة. المجلس اللي غادي يفوتوا له هادشي كله بطبيعة الحال غادي يمشي يكتب الأولويات هذاك الشيء غادي يقول سيدي هذا المشروع هو عندي الأولوية هذا عندي الاعتماد ديالو هذا ما عنديش ولكن ما يتقصى كل مشروع يتسجل غير غادي يكون عنده الأولويات حسب الاعتمادات المالية وحسب طبيعة المشروع اللي اقترحته لأن المشروع يقدر يكون يدخل في اختصاصات ذاتية ديال المجلس ويقدر يدخل في اختصاصات اختصاصات المجلس ما كاينش معنى بالقانون العام الاختصاصات على ثلاثة اختصاصات الاختصاصات الذاتية الاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة إذا هنا غادي راعي دوك المشاريع حسب هذا الترتيب الذاتية ديالي يقول لك المجلس نعم ديالو اختصاصات ذاتية المشتركة اخليها هنا المنقولة اخليها هنا وبالتالي الأولوية غادي نبداو بسميتو بالاختصاصات الذاتية واللي عندو فيها الإمكانيات المالية لأنه هذا البرنامج الجامعة راه كيقول لنا خصنا كذلك نشوفوا ندير واحد التقييم للمالية ديالنا الموارد المالية ديالنا والموارد المشاريع يمكن لناش ندير وثيقة كبيرة فيها مشاريع كبيرة حنا ما عندناش الموارد المالية وما عندناش الموارد المشاريع إذا كان الموارد المالية يسهل تكلم عن الموارد المشاريع ربما تعاقد مع الخبراء تعاقد مع المهندسين تعاقدوا ما إلى ذلك إذا هذه هي خلاصة ديال التقدير ديال هذا المشروع كنشكركم على حسن الإصغاء وكنطلب منكم يعني باش تدخلوا تهضروا اللي بغيتوا قولوا انا ما يعني كثير من الامانه ننقل هذا الشيء للمجلس بطبيعه الحال الامانه الحمد لله راه حتى الصور اللي تساعدوا معنا ما غاديش نفهم ثم اخيرا اللي غادي نقول هو انه هذا البرنامج اعتبروا انتم اللي كتسيروا انتم اللي كتسيروا اعطيو لنا المشاعر فهمنا وغادي نسجل هذا الشيء بامانه واي ملاحظه احنا مستعدين نسجلوها ونبلغوها بطبيعه الحال لان ما جينا اليوم غير باش نتواصلوا مع بعضياتنا ونعطيو الانتظارات ديالنا نعطيو ماذا ننتظر من هذه الجماعه ماذا نريد من هذه الجماعه فهمت انتماء من هذه الجماعه اول افتخار كنفتخر بالجماعه ديال الصحاب ساكنين في الدور ديال الجماعه ديال الصحاب كنقراو في المدارس والمؤسسات التعليميه ديال الجماعه ديال الصحاب فهمت ولكن ماذا نريد هذه الجماعه ديالنا بطبيعه الحال دائما في حدود انتم هضروا لان اللي غادي يتصرف هو المجلس لان المجلس عنده قوه قانونيه قوه اقتراحيه قوة تدبيرية تبقى للمعطيات اللي عندنا المالية والمشاريع، إذا كنا ما علينا غير نزيدو نهضرو بالصرف العملي ونقترح المشاريع، عندي معكم ثلاثة أربعة ديال المهم، أربعة المحاور، في ما غير تهضرو، المحور الأول هو المحور الاجتماعي، هذا المحور الاجتماعي بطبيعة الحال كلكم غادي تهضرو كلكم طلبة كلكم تلاميذ، إذا غادي تشوفوا لنا المعيد التعليم تكلموا لنا على الحالة اللي كتعيشوها داخل المؤسسة التعليمية واش ديك المؤسسة التعليمية كيديرها ما دايرهاش ولا شنو في الطرق لأن أنا اللي كنسمع باش نشوف أنتم لأن اللي كان عندي هو أنا اللي درت لكم العرض على سبب ماذا عملنا برنامج العمل وما سبب لقائنا والأهداف هذا اللقاء ثم المحور الثاني هو المحور الاقتصادي أش بغينا الجماعة ديالنا على المستوى الاقتصادي ياك الشباب ياك السي أيوب ياك راك معانا والحمد لله هذا الأمور لأن كل ما